حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا قالت هو الرجل يرى من امراته ما لا يعجبه كبرا او غيره فيريد فراقها فتقول امسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا باس اذا تراضيا